السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه يا اخوات؟ النهاردة لعبة من امتع اللعب اللي لعبتها في حياتي. بس طبعا زي ما احنا متعودين، اول حاجة عاوز تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، تاني حاجة بقى انزل اعمل لايك واشترك في القناة عشان تكون واحد من عيلتنا، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بص بقى، قصة النهاردة لعبة ممتعة جدا. باختصار عشان ما اطولش عليكم، اتنين اخوات ابوهم بيموت وتعبان جدا، ولازم يتعاونوا ويساعدوا بعض عشان يعالجوا ابوهم من المرض اللي عنده. بيحاولوا يودوله الدكتور، ولكن للاسف بيقول لهم ان علاجه مش موجود عندي، وبيضطر يبعتهم لمكان بعيد عند شجرة اسمها شجرة الحياة. وعشان يوصلوا لها هيقابلهم مخاطر كتير وصعوبات اكتر، وكمان وحوش في طريقهم. يا ترى هيقدروا يوصلوا لعلاج ابوهم ويرجعوا بالسلامه، ولا يحصل لهم حاجه في الطريق؟ ولو رجعوا بالسلامه هيلاقوا ابوهم عايش ويدوله الدواء، ولا ابوهم هيكون مات؟ ولا اقول لكم تعالوا نشوف. نايي نايي تا جدعان، اللعبة لها شخصيتين، اللي يقوم بشخصية الابن الصغير هو طارق، وانا هقوم بشخصية الابن الكبير. طبعا بطل القصة في اللعبة هو الابن الصغير. يلا يا طارق ساعدني عشان نحاول ننقذ ابونا، وهنعديه تقريبا على الكوبري ده، بس الكوبري ده شكله مقطوع. بسم الله. وانت دايس على الكنترول، خليك دايس ما تشيلش ايد. دايس على ايه؟ ايوه وامشي بقى. احود، ايوه احود، وبسرعة حاول تمشي بسرعة عشان ابونا هيموت كده لو اتأخرنا. شد جامد، شد، انا بزق معاك اهو. امشي 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 امشي، يلا يلا امشي امشي. بس حرك بقى الدراع اللي هناك ده كده عشان نتحرك. حاول تحركه بالكنترول، شد جامد. مش قادر. طب استنى استنى، سيبه كده، سيبه سيبه، انا اكبر منك هعرف اجيبه. يلا امسك العربية. يلا يلا احود من على الكوبري، احود. ايوه 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 ايوه، هنشوف بقى بيطلع منين. بيطلع، تعال 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 في طريق اهو، في سلم اهو بس بعيد قوي. ايوه ايوه تعال تعال، انا هشبك لك ايدي وانت تطلع بقى. لو انت مش هتعرف تشبك لي ايدك. طب بص، نزل لي الحبل ده، تعرف بص كده عند الحبل ده ونزله لي كده، حاول تفكه. ايوه تهيألي لازم احنا الاتنين مع بعض. طب تعال تعال معايا. ايوه بتلف اهي، بس تقيلة قوي، اوعى تسيبها يا طارق. جامد يا طارق، ما تسيبش البتاع خالص. جدعان الكوبري ده جامد، الكوبري ده تقيل ومش قادرين نرفعه الا بالعافية. هو بيت الحكيمة اهو جنبنا اهو، يعني احنا وصلنا، بس هو الكوبري ده بس العقبة اللي في طريقنا دلوقتي. قرب اهو، لو طلع خالص لا، لسه 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 ما وصلش. كفاية كده يا احمد، كفاية، سيب كده. لا مش كفاية، بسرعة بسرعة. كل اللي احنا عملناه كده نزل تاني. طب احنا هو الظاهر لازم نرفعه لفوق خالص عشان يثبت. كوبري تقيل برضه، نقربنا خالص اهو. رايف في البقرة لحد ما توصل للاخر عشان ما تنزلش زي المرة اللي فاتت. نشوف لو
بس كده خلاص. تعال خلينا اسوق وانت اركب، امسك من ورا. وصلنا للطبيب. تعال شيل معايا، تعال يشتغل معايا. انا اشيله، انا هو ما بيعملش حاجة. هنشوف هيقول لنا ايه، هيعالج ابونا بقى ولا هيعمل ايه. يا رب بقول لا، علاجه مش عندي. وهنعمل ايه دلوقتي؟ بقول في حل واحد، ايه هو؟ قول استنى، خريطة. هنروح عند مكان اسمه شجرة الحياة، هنلاقي هناك العلاج بتاعه ونجيبه، بس لازم نكون متعاونين عشان نعرف نوصل لحد هناك. بس انت ممكن مش هاخدك معايا عشان انت صغير لسه. بس يا احنا هنروح نجيب لك العلاج وهنجي لك على طول. مستعد؟ اجي. اودا وين هادي؟ ما نقول له هنجيب العلاج لابونا، بقول لك لا برضه ما انتش معدي. نعمل ايه طيب؟ كلمه انت كده. مش راضي ولا يعديك ولا يعدينيش. ونعمل ايه؟ ينفع نضربه؟ لا مش هينفع نضربه. طب تعال نشوف طريق تاني. تعال 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 في مكان اهو، تعال ممكن ننزل من هنا. انت خايف من المية؟ ما في صدى. هي دا؟ لا ما في. ما تخافش. انا بيسيان ناي. انا هاخدك على كتفي وعم بيك. ماشي؟ ماشي. طب يلا. ما تخافش بقى من المية خالص. ها تعالى يلا. يلا اركب على كتفي يلا. ايوه. ما تسيبنيش خالص بقى. بسبب انه كان واقف. الطريق مقفول من هنا. ايوه. لا 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 امسك فيا، ما سبتني لا كنت هتموت، كنت هتغرق. تعال ادي. ده اقفل الباب مش عارف نعديله. هنشوف طريق تاني. خلاص تعال يلا تعال. مفيش هنا طريق. تعال تعال تعال. بيشاور هنا اهو. ممكن يكون بيزح فيها. استنى كده، بيزح هنا الناحية. ايوه ايوه صح صح. عارف. اتحرك اتحرك. ايوه بالاتجاهات. تعال يلا. يلا وصلنا كده، دخلنا جوه المنطقة. ايه ده؟ انا راح اقعد ليه؟ تعال 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 نشوف. ايوه ايوه تعال تعال.
يا هلا وراك. خلي بالك. هل ايوه خلي بالك براحتك وانت معد. الحمد لله عديت. ايوه روح بقى. فين هنعدي بقى من هنا؟ ايه ده مفتوح الفلور؟ طب ليه يعني كده الرخامه دي؟ ليه كده يعني؟ ده عيل خنزير. مفيش طريق. لا انت عديت. ما بيعدينيش. انا قصدي كبير مش عارف اعدي. انت كده بتفتح للكلب. ده كده وراه. تعالى بقى تعالى عدي من هنا. تعالى انا اهو. تعالى بره من هنا. لا لا ميبو ده ميبو. خد جزاءه ويفضل بقى كده من الزن. تعال تعال. تعال هنا الطريق. هنا الطريق. لا فيش هنا طريق. لما راح اقول للراجل ان انا معايا الخريطه. هي قوم هنا. مش عايز يقوم. يا عم انت استنى. انت بتعمل ايه؟ ترسي على وي يعني رسي. قوم يا عم تقول لي ايه؟ قوم بقى. يبقى كده طريق مرور الخريطه. مرور الخريطه. انا وين هادي؟ الحمد لله. يلا ما انت فوقت وما كانش اي. يلا يلا نعدي. هنمشي على الطريق. تعال نحاول نفتح. امسك 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 قصادي. ايوه بطل بطل يا طارق. يلا يلا تعال. سكران ده مش هيعدينا. دي انت بتعمل ايه؟ ترمي ايه وتف؟ يلا يلا عم امشي امشي امشي. طريق نشوف طريق تاني. ايوه الطريق. اه طيب دي الطريق الصح. كمل لون تاني دي. ايه لا ده فينك. لا بنعمل ايه؟ يجيلي ولا يا عم كده على نفسي؟ ايه ده؟ واحدة اهدى بس. يجيلي خليه كده يشتغل بك. خليه يشتغل بك. ماشي خليه يشتغل بك. ايوه ايوه شاط. يشغله يشغله كمان. بس اللي طيب خلاص انا هشغلني بقى. ما عادش تعمل كنترول. ما عادش تعمل كنترول. لا لا استنى استنى هياكل. هيقعد اطلع فوق. طب ما تشغله يا احمد. ما نبقى نده له. اصبر بس ما يوصل عندي. هو مش جاي. اطلع. يلا عدي عدي من هناك من هناك من هناك من هناك عشان ما ياخدش ما ياخدش باله منك. طب اروح اقعد عندك؟ لا على طول على طول. اطلع لك عندك صح؟ لا هناك هناك هناك. كمل كمل بس. اشغله بقى من عندك كده. اشغله تعالى بقى. اشغله اشغله اشغله.
شغله كمان شغله على طول. خلي بالك عضك من رجلاه. طب يلا سيبه عش شغله بقى سيبه. يلا روح انت بقى بسرعة، اطلع هناك هناك فوق هنا. اندهل 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 اندهل. مع السلامة يا كلب. يلا تعال فينك زو شجرة هيا نطلع عليه. ايوه نزح. فاكر انت الحركة اللي كنا عملناها عند الكوبري؟ تعال انا اعمل اللي انت وبنزلك الحبل ماشي؟ ماشي يلا نزلك الحبل اهو. يلا طلعت تعال يلا دي اللي احنا جايين منه. المكنة بتنزل الكوبري ده. ايه ده لازم واحد يفضل يلف المكنة. طب احنا نعمل الوقت اقول لك تيجي نجيب ارنب يجري فيها. ماشي تعال. طب تعال تعال ارنب هنا تعال تعال هنا. ايه ده مش عارف تطلع بيه؟ جرب تحذفه كده، جرب تحذفه كده، جرب. لا خلاص سيبك من الأرانب تعالى. افتح البتاع ده ممكن نجيب خروف يمشي، بس خرفان ما بتمشيش قوي يعني. او نقعده على الكوبري. استنى استنى هنجرب الاول نشوفها هيمشيها ولا لا. لو ما مشاش نحطهم الأربعة على الكوبري. هاي تقيل قوي نشيله بالعافية. استنى خلاص سيب البتاع وتعال سيبها وتعال. ايوه بيمشي هينزل هينزل. تعال بقى تعال اخيرا يا جدعان قبل ما نعرف نعدي. انا خايف بس نتاخر وما نلحقش نجيب العلاج دي تبقى مشكله. راحت براحت في صوت حد بيعيط حد بيعيط. كلب هناك اهو. احنا مش نمشي على الحفية هنا، امشي على الحفة. ايه ده وحش ده ياكلنا ولا ايه؟ نعمل ايه طيب ليه؟ هنشوف هو بيعيط ليه اصلا. ماشي. ايه ده؟ خلي بالك. ماشي. قابلني. خلي بالك. تعمليني مالو
ده بيشاور لك. هاي مارو، انت عارفه اسمه مارو. طب في ايه بقى؟ مارو وين هادي؟ مارو خريطة هيساعدنا. قولنا يلا نروح وراه. يلا تعال، استنى هو تقيل شوية سيبه يتحرك. انا وراي انا ولا ايه؟ ايوه يطلعنا هنا اهو، طلعنا هنا. طب تعالى بقى، تعالى لي يسلم. اي مايا، اي ايوه كده. لا بنت، لا من الوقت هنعدي الحته دي ازاي؟ لا لازم هو يجي لنا هنا برضه. تعال نشوف كده الاهل. هو جاي لنا من اهو. اه جاش من الاول. امسك. ما تسيبش الخشبة خالص، خليك ضغط على الخشبة ماسك فيها جد، وتتحرك بالاتجاه اليمين الشمال. ايوه اتحرك باتجاه الشمال. اوعى تقع. اه الخشبة دي سايبة، هتقع بينا. كويس بص، وقعت قبلين، وقعت. وقعت اضغط لفوق. الله ده لسه جاي معانا. الله ده شوف ده نط هز الجبل. تقريبا كده. انني اهو أنا ده نازل. انا عدى على جسمه. جسمه براحتك يا توب. يجي لنا بقى ولا ايه؟ لا الحتة دي سهلة ممكن نطلع، بس هو تقريبا جاي ورانا. انا شايف خيال. هو طالع. ايه ده يا؟ انا مش عارف هو هيعمل ايه اصلا. استنى اشوف هيعمل ايه. انا عدى على ايده. انا ما اطلع، انا مش عارف اطلع، انا كل ما اطلع اقع. طيب انا مستنيك. اه لا تخافش. ايوه اجمد بقى، اجمد بقى. ما تسيبش السور خالص، ما تسيبش السور خالص. مش عارف. وتحرك ناحية الشمال. تعال لي كده، تعالى اهو. ما تسيبش السور. استنى استنى انزل لك عشان تعرف تطلع. وإذا ايوه اجمد في السور بقى، ما تسيبوش خالص. صح كده. احنا كنا نعمل من غيره. اه ما كناش عارف نعدي الحتت دي اصلا. على ايوه كده تمام. اجمد بقى. اطلع انت بقى، تعال. يلا يلا.
موجين. نستنى نستنى، مفيش مكان اصلا نعدي منه. هنشوفه جدا. موجين موجين. نزل اهو. مش عارف، ما نمشي وخلاص ونشوف هو دايلين. مستنيك اهو، ما تسيبش الجزوع خالص الا لما يقف لوحده كده اهو، تقوم ماسك. تعمل حته العاليه اللي عند، تعمل حته العاليه اللي عند. انا هعدي الجهه الثانيه. يلا عشان انا متعلق. ايوه ايوه، لفوق، اطلع لفوق. تعال بقى. ايوه صح صح صح، انت كده صح. طب هو فين؟ طيب مش هو هناك اهو خياله. طب اطلع لفوق بقى، اطلع لفوق لفوق لفوق. بطل يلا يلا. طب هو رايح فين طيب؟ خلينا ورا خلينا ورا. مسكنا احنا الاثنين. ليه ده ينط بنا في الميه؟ ايه المكان ده؟ من الميه. تعال 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 تعال، دوس كنترول وامسك وامسك في كتفي. يلا ماشي. يلا ما تبقاش تسيبنا لما نطلع من الميه خالص عشان ما تغرقش. تعال. ايه ده، انت هو قال لنا ادخلوا من هنا؟ اه براحتك براحتك. اللي ده الشجرة نقطة هي باي لسه. يا جدعان المكان ده مكان مرعب، مش عارفين هنعمل فيه ايه. وديت وصلنا لحد هنا، ودي الحلقه الاولى من اللعب. عاوزين الفيديو ده يا جماعه تعملوا لنا لايك، وطارق ان شاء الله يطلع معانا الفيديو الجاي. عشان خاطر طارق عايزين 30 لايك للفيديو، لو جبت 30 لايك هنزل لكم الجزء الثاني عشان نشوف المكان ده اخره ايه. اسول حاجه. سلام يا شباب.